بعد طبعا يعني بقى ما انتهت بطولة أمم إفريقيا. ولو هنتكلم شوية بقى عن المنتخب وعن البطولة الإفريقية، وانتهت يعني بشكل مثير جدا، ودروس المستفادة طبعا من البطولة دي. وبما ان برضو البطولة دي يا جماعة كانت السبب في رحيل روي فيتوريا ومجيء الكابتن حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلونا كده نطرح يعني مع حضراتكم بعض النقاط المنتظرة في توقيت بنأمل منه كل خير إن شاء الله لصالح منتخبنا الوطني اللي تراجع بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت. بداية طبعا فتدريب المنتخب يا جماعة حاجة أكيد صعبة، كلنا عارفين إن هي صعبة، لأن ببساطة شديدة هل مدرب منتخب مصر سواء بقى هو وطني أو أجنبي مش بيلحق أبدا إن هو يحافظ على لاعبيه، او مش بيقدر ان هو يحفظهم اي شغل فني في تجمعات كل كام شهر لا تتعدى بضع الايام؟ يعني احنا مثلا طول تاريخنا كنا بنبرر كده عدم وصولنا لكاس العالم علشان بتتلعب على فترات طويله، وعلشان المدرب ما بيلحقش يمكن ان هو يحفظ اللعيبه شغله، وان اللعيبه بتختلف كمان من مباراه لمباراه بسبب ان هي بتتلعب في شهور بعيده، بعكس طبعا بطولات امم افريقيا اللي بنقول ان هي بتيجي بطوله مجمعه مغلقه، ودي الوحيده اللي اي مدرب بيقدر ان هو يشتغل فيها نوعا ما رغم طبعا ضغط المباريات. ولكن احنا فوجئنا كده باننا بقالنا 14 سنه مش عارفين ناخد البطوله. يعني اخر مره لينا او اخر مره توجنا بالبطوله دي كانت في 2010. عشان كده احنا يعني نتمنى الناس تبقى محدده كده المطلوب ايه من كابتن حسام حسن. هل اداء ولا نتيجه؟ هل كاس الامم والتاهل لكاس العالم ولا اعداد جيل جديد صغير في السن بصرف النظر بقى عن النتائج؟ لازم يكون في اجابه واضحه ومعلنة في مؤتمر تقديم الجهاز الفني للإعلام والجماهير بكرة إن شاء الله. منتظرين الكثير قوي من كابتن حسام حسن، وعارفين أن إن شاء الله هيبقى فيه تغيير كبير، ونتمنى أن يبقى فيه تغيير كبير.